والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية، يستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبده من جديد، وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدي الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى كما تشير 36 درجة والصغرى 25، وفيها يكون الجو حار. في الأسكندرية 33-24 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 32-22 يكون الجو حار. في بورسعيد 34-25 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 37-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 23 يكون الجو فيها أيضا حار. في العريش 33-24 يكون الجو فيها حار. في طابة 37-27 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 40 درجة والصغرى 29 ويتميز الجو هناك بشدة أو يكون الجو حار. في الغردقة 39-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة ويتميز الجو بشدة الحرارة. في أسوان 43-27 أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-22 وأيضا الجو فيها شديد الحرارة. في شلاتين 39-26 يكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.